السلام عليكم، مرحبا بكم في التمرين رقم 6 من سلسلة تمارين الدوال الخطية والتآلفية. إذا التمرين يقول نعتبر الجدال معرفة بتمثيل هام بياني جانبه. إذا عندنا واحد تمثيل بياني يمثل دالة. السؤال الأول، هل الجي دالة خطية أم دالة تآلفية؟ علل جوابك. السؤال الثاني، حدد جي دو إكس بدلالة إكس. إذا نبدأ بالسؤال الأول، هل الجدال الخطية أم دالة تآلفية؟ إذن دائما الدوال التي تمثيلها المبياني يمر من أصل المعلم هي دوال خطية، والدوال التي تمثيلها المبياني لا يمر بأصل المعلم هي دوال تآلفية. طبيعة الحال تمثيل المبياني عبارة عن مستقيم. إذن بما أن تمثيل المبياني لهذه الدالة عبارة عن مستقيم لا يمر بأصل المعلم فهي دالة تآلفية. إذن جي هنا نكتب جي وليس جي دو إكس. عندما نقول الدالة نكتب جي، أو الجي دالة فنكتب جي وليس جي دو إكس. إذن جي دالة خطية. لماذا؟ لأن تمثيلها المبياني عبارة عن مستقيم، ضروري يكون مستقيم لأن لما كانش مستقيم يكون لا يمر من أصل المعلم فما كيتسماش تمثيل المبياني ديال الدالة الخطية. إذن عبارة عن مستقيم لا يمر من أصل المعلم. الآن السؤال الثاني، تحديد جد إكس بدلالة إكس. إذن هنا بما أن الجي دالة خطية، إذن الجي دالة تآلفية. ماذا يعني؟ إذن جد إكس تساوي أ دو إكس زائد بي، مع أ بطبيعة الحال هو المعامل الموجه اللي كيساوي لنا جي ديال إكس واحد ناقص جي ديال إكس جوج على إكس واحد ناقص إكس جوج. إذن الإشكال اللي عندنا هنا خصنا نحاول نلقى جي ديال إكس واحد والجي ديال إكس جوج، يعني ديال عددين من الأعداد طبيعة الحال إكس واحد وإكس جوج، وإكس جوج عددان مختلفان. إذن انطلاقا من التمثيل المبياني، فإلا خدينا مثلا النقطة اللي كاينة هنا، هاد النقطة الإحداثيات ديالها هما ناقص ثلاثة كأفصول، والأرطوب هو صفر. وبالتالي مادام بما أن النقطة تنتمي إلى التمثيل المبياني، فهاد ثلاثة ناقص ثلاثة صفر يسمى صورة ناقص ثلاثة، يعني هاد الصفر راه هي إف ديال ناقص ثلاثة. وبالتالي f ديال ناقص 3 يساوي 0. ناخذ كذلك نقطة أخرى g، إذن هذه النقطة الإحداثية ديالها 0 كأفصول والأرطوب 1. إذن هذه 1 شنو هي؟ هي f ديال 0، يعني الصورة ديال 0. إذن f ديال 0 تساوي 1. إذن من التمثيل المبياني لدينا f ديال 0 تساوي 1 و f ديال ناقص 3 تساوي 0. وبالتالي فأ المعامل الموجه كيساوي f ديال 0 ناقص f ديال ناقص 3 على الصفر ناقص ناقص 3. يعني كنطبقوا القاعدة، إذا كنعوض f ديال الصفر بالقيمة ديالها هي 1 ناقص، كنعوض f ديال ناقص 3 بالقيمة ديالها هي 0. إذا الصفر ناقص ناقص هي 0 زائد 3 هي 3، أي 1 على 3. إذا لقينا أ بقى لي بي. إذا جد إكس تساوي 1 على 3 إكس
زائد بي. بي بسهولة يمكن لي نلقاها بتعويض جي وليس اف، الدالة جي. اذا بتعويض اكس بالعدد صفر، اذا لدينا جي ديال صفر تساوي ماذا؟ تساوي حسب العلاقة تساوي واحد. الى عوضنا جي ديال صفر هنا خلق جي ديال صفر واحد على ثلاثة في صفر هي صفر، اي جي ديال صفر تساوي بي تساوي واحد. اذا جي صفر تساوي بي وجي صفر تساوي واحد، وبالتالي فبي تساوي واحد. اذا اي ان جي ديال اكس تساوي واحد على ثلاثة اكس زائد العدد واحد. اذا هذا هو تعبير جي دي اكس بدلالة اكس.